على بعض المواد اللي تسعرهم وزارة التجارة. للأسف نتفاجئوا أنه يا إما يتفقدوا من السوق أو الأسعار متاعهم تزيد. شنو رأيك؟ عزيزتي شنو نقول لك؟ الدجاج مفقود ما فماش، سكالوب ما فماش، كل شيء ما فماش، هما سعروه اليوم من غدوي كتفقد. برا دور مرشي كما ما تلقى حتى طرف سكالوب لا دجاج لا حتى شيء، حوت غالي، العباد ما تقدرش. الويق أنتم مادام سعرتوا يعني قوموا بالواجب، مش سعروا اليوم كاينكم تفهمين بصراحة، قولش عليهم فما ربط صلة بيناتهم. بصراحة ما عاد شيء يعجب كريمة، العباد تعبت، العباد ما عادش فيها تمشي كلمة هبلة، معيشة غلات بصفة غريبة راه. كل شيء غلى، فما حتى حاجه رخيصه في تونس. تو ما نحكيوش على الزقوق، وخاطر العبيد ما عادش تشري الزقوق 28 دينار الطن. سامحني الزوالي شو يعمل على خاطر صغار اوبليجي عليه باش يشري لهم 28 الطن. قل لي انت شنو هو، انا نسكن باب جديد المره ما يجي حتى مراقب يبيعوا على كيفهم، يبيعوا الدنيا كلها غاليه، بصل اللي يبيعوا فيه ب 2200، كل شيء غالي، كل شيء ما فماش في تونس. الكلام اللي تقول فيه كله صحيح، فهمني، وين تمشي معناتها برشا حاجات تسال عليهم ما تلقاهمش، فهمني كيفاش؟ ويقولوا او خرجنا وعملنا كيما كالزيت المدعم مثلا، ما شكون ب 5000 وقت عملوا زيت زيتونه، شكون شرا منه؟ يمشوا جماعه ياخذوه غاديك اي حاجه ياخذوها، الزيت حتى كالمدعم مش نحكي على زيت زيتون، يتباع للريستورونات ما يتباعش للمواطن بتاع 900 ولا بتاع دينار. اللي من حق المواطن، من حق التونسي، فهمني؟ وهات الاسعار نتاعهم تتضاعف، كيلو فلفل ب 4000، ما عادش الزوالي ما عادش خالط لا حد شيء في الدنيا هذه. الناس انا ما عايشين توا لاباس عليهم، راه تمشي للاك، تمشي للمرسى، تمشي لسيدي بوسعيد، تمشي هذوك الناس تاكل في الكروفات وتاكل في كذا وتاكل في كذا. اما شوف انت الزوالي فيك مش عايش، الناس ما عادش حتى الخبز ما عادش لقيته باش تاكل، تحكي لي على الخضره، الناس ما عادش لاقيه باش تاكل الخبز. خبز بالحق اقسم بالله العظيم الخبز ما عادش لاقيه باش تاكله اختي الغالي. بلاد صاي دخلت في حياتك. تلقى كيلو بطاطا غاديك بدينار، تمشي الدور تلقى كيلو بطاطا ب 5000، معناتها كل واحد يبيع زي راسه. تنفع لا فما كونترول لا فما حتى شيء، وحتى يجي الكونترول تتبدل، يبدلوها بالتباشير، يمشي الكونترول من هنا ترجع نوريك انا تو ندورك عليهم الكل. الطماطم تلقاها ب 2000، هي بيدها راهو نفسها هي بيد الدور غاديك تلقاها ب 3000. والله يا سبوار تنجم تكون احتكار، ينجم يكون المزودين ما عجبهمش السوم اللي حدته وزاره التجاره. فهمتني هذا شنو ممكن يكون؟ وما في بلايص فما كيما احيانا نسكن في الملاسين موجود مثال دجاج وكذا، اما تذبح سير بلايص معناها مش في البطوال. هي الحكايه مش اول مره تصير، نورمالمون كي مش تعمل قرار كي مش في الدجاج ولا مش تزيد، ما تكون عندها بلون ا بلون بي، معروفه الاحتكار ومعروفه اللي كونه مش السلعه مش ناحيه من السوق، تو الدجاج ما عادش موجود، شنو الحل؟ ما تعمل قبل ما تعمل قرار اعمل بلون بي نتاعك، قول مش يصير الاحتكار نورد اعمل اي حاجه، مش تو واحد ولا دجاج واخذ فيه ب 11000 وما عادش خلط عليه. ما فما شيء يفرح، ما فما شيء يبشر بالخير، يتحكموا في الاسعار كما يحبوا هما، ما فهمناش الحل شنيا، وين ماشيين بالشيء هذا. انا كيفك زاد نسال السلطه، هرم السلطه وين؟ اش قاعد يعملوا؟ اللوبيات هذوما اللي يتحكموا في السكالوب، في الخضر، في الغلال، في كل شيء، يتحكموا في كل شيء. ما فهمناش وقتاش باش نقعدوا نحن عايشين كي تحت الضغط هذايا والاسعار هذايا، والشعب قاعد يعاني، راه الشعب قاعد يعاني، الناس كل تعرف للشيء هذا. الاسعار اللي قاعده تخدم فيها الدوله هي المشكله في حد ذاتها، انها ما ثمش مراقبه. اللي يعمل في الاسعار ويراقب في الاسعار من المفروض يخرج من مرار بيرويه ويتفضل يراقب على عين المكان. إذا كان تراقب مرة ولا اثنين ولا ثلاثة حتى الأمور تمشي مسوية، لكن أنت تعمل مضريبة وترجع لهم بعد عام وتقول كل مرة باش تعمل كل حاجة هيك ما تجيش. من المفروض أنت ماك باش تراقب الأسعار، راقبها يومية على عين المكان، تعمل دورتك، ناقص أعوان وخيا، عندك جمعيات تنجم تراقب معاك، عندك منظمة جمعيات كاملة تنجم تعمل تنسيقية، تعمل فسيفسي نتاع جمعيات ينجموا يعاونوك في المسائل هذه. ما ثماش علاش أنت تحب تاخذ قرارك وحدك وتخدم وحدك ومن ورا بيرو. سيرتو توا داخلين على قرايه وداخلين على لي بارون، الصباح تخرج لازم تكون كل شيء موجود، دونك ما يلقاوش وقت باش يقعدوا يلوجوا. دونك الحقيقه معناها فما برشا حاجات تفقد من السوق، اما الحمد لله نحاولوا نقولوا كان الحمد لله وكا ان شاء الله ماشي القدام على خير ان شاء الله. وقت اللي مواد تسعرها لوزاره التجاره وبعد هي تتفقد ولا السوم تاعها يتضاعف، شنو تفهم انت كمواطنه؟ نفهم اللي
باش نعيشوا في حاجه صعيبه شويه. بورتون معناها في المواد الاساسيه سورتو تو كي نشوفوا ماكله اخرى مش مشكل، اما المواد الاساسيه ديما نقولوا احنا عندنا فقدان في حاجات سورتو مسعرتها كيما الزيت كيما السكر حاجه هذوما، قالوا لنا بروشينمون الملح زاده بالحق داخلين في حاجه صعيبه شويه. فما بعض التجار اليوم كي تقول له مثلا هاو السوم هذا شفناه في وزاره التجاره مثلا سعرت، يقول لك برا خذ من الوزاره. تقول له هاو نسمعوا في التلفزه ولا في الراديو، يقول لك برا خذ من التلفزه. تقول له هاو الرئيس يحكي على الانخفاض في الاسعار ويلزم المقدره الشرائيه تنقص وكل، يقول لك برا خذ من عند قيس سعيد. شنو تفهم؟ كانه اللي هذا يعامل زعله زي راسه ويقول لك عندك ريح ذري 10، ما عادش يخاف التاجر، ما عادش يخاف. لهذا حاط سعر وحده وعامل سعر من راسه، يزيدوا في التريبل وبالدوبل، حرام عليهم. فما ربي مش فاهم مين مش نمشي، ولا احنا بالطريقه هذه كيفاش باش تعيش العباد في تونس؟ ان شاء الله اللي جاي خير. هذاك عندهم سيطره كبيره في تونس، يتحكموا في تونس كما يحبوا هم. قيس سعيد متغافل عليهم ولا كيفاه؟ ما فهمناش نحن. اللوبيات يتحكموا في تونس اختي، خاطر هي وزاره التجاره ولا السيد الرئيس ماهمش قاعدين مثال هما كيحددوا الاسعار تيريكمو، معناها شنو في مخهم؟ معناها في الميدان ماهمش حاضرين. فما حاجات مثال تصير في المارشي الجروف، هما كيما نقولوا تحت الطاوله، فما حاجات تبدا تفقد. وزاره التجاره تسعرها مثال ب 2000، كي هي تسعرها سومها يطلع وقت اللي هي مش لازم تسعرها، خليها اذا كانت تسعرها ما عادش تدخل السوق، تولي تتباع لبرا. اذا كان ما تسعرهاش تولي موجوده في السوق، هذاك علاش الاسواق تطلع. هو يسعر من غير ما يدرى، معناها شنو يندرى المادة اللي سعرها موجودة ما هيش موجودة، معناها تكلفتها شنو، يسعر من غير ما يدرى لحد شيء. إن شاء الله تتغير الأشياء هذه. وكهو كما في موجود مثل اللحوم الحمراء والبيضاء كلها مفقودة، معناها بلايس بلايس كما قلت، والسومة متاحة طالعة برشا. هذاك تعمل لي حالة تقول لي دجاج تسبقهم تقول لي 8500، هي برا جيبوا لي 8500، 11000 ما فماش. هي شنو ما عادش ناكلو يعني؟ نعرفش انا هنا تقول هو متحالفين مع بعضهم، ما عادش ولا وعد ولا شك، فهمتني؟ دونك مش يعمل قرار، يعمل قرار يكون فايق اش قاعد يعمل في مخه. اللي شكون يرضي؟ هو يرضي فينا احنا اللي ناخذ قرار؟ شكون يرضي؟ يرضي في بلاصتو؟ انا عملته ماشي على روحي. اعمل يا ما عندك حلول في مخك صحيحه افيكاس، يا نعمل هاك ناحيته الدجاج برا جيبو. هاي هو 11000 ما فماش. قلة المسؤولية بتاع المواطن، المواطن لازم هو اللي عنده الكوفور تاع الشاو، لازم هو اللي يسعى باش ياخر وكذا. ديجا اليد العاملة في تونس قلت برشا وما عندناش، عندنا كل العباد كل تو الشعب التونسي لا بليبار كلها في القهاوي وكلها ماهيش قاعدة تسعى باش تخدم وتعمل في المسؤولية كلها تضخ فيها للدولة. والمواطن هو بيدو ماهوش ساعي باش يوفر واللهفة المواطن انه يحب تو مثلا السميك 500 دينار وكذا، ومواطن شهريته مثلا 500 ولا مليون يحب يفوت الشهرية نتاعو، يحب يشري بزوز وثلاثة ملايين وأربعة ملايين، وبعد يقول لك راهو المواد مش موجوده في تونس. وهي مش هكاك، لازم المواطن يمشي على حسب الشهريه نتاعو، حسب المقدره الشرائيه نتاع المواطن وكذا. والدوله زاد عندها اللوم في هذا الكل. الدوله لازم تطيح في بعض المواد الاساسيه وتطيح في كذا، ولا تزيد في السميك نتاع المواطن على حسب المقدره الشرائيه نتاع المواطن. وين الخلل حسب رايك؟ الخلل ما ثماش مراقبه، الدوله لازم تقوم بواجب. الدولة هي اللي تشرف، هي اللي تعطي، هي اللي لازم تواصل وتراقب الناس هذوما اللي هما ناس معناتها مستكرشين حبوا يعبيوا كروشهم على حساب قفة الزوال وعلى حساب المواطن وعلى حساب كل شيء. في المسؤول الراقب قاعد ورا البيرو يخرج شوية، سايبك البيرو يخرج. المسؤول مش تصحح ورقة، التصحيح ورقة حتى الزمن البريماري نجم يصححها. المسؤول الحقيقي على الميدان، ماذا تستطيع الفعل على الميدان؟ سيرة الراج تنجم تعمل. هذا كنا نقصنا احنا في تونس. تونس تنجم تنطلق بها الى اعلى المستويات، سور تران مش بالميدان، على الميدان. اعطيني في الميدان ايش نجم تعمل، اعطيني اي مسؤول موجود في البلاد على الميدان ايش نجم يعمل. اما باش يقعد يستنى لي في ورقه باش يصحح لي ولا حاجه، مش هكا المسؤول. قلت لك السيزي ماني بريماري نجم يصحح لي الورقه، ما حاجتش بيه. مش اني نعطيك في امتيازات ونعطيك في حد شيء باش تصحح لي ورقه وكاهو، لا،
صحيح هي مسؤوليه الورقه، اما ايش قارنها على عين ما كانش نجم تعمل. يمكن احكيهم مع بعض التجار وقت اللي تقول له ها وزاره مثلا سعرت، يقول لك برا امشي خذ من الوزاره، تقول له هنا في الراديو ولا في التلفزه نسمعوا، يقول لك برا خذ من التلفزه. شو رايك؟ كلامه صحيح، خاطر الواقع غير اللي يتقال. انت قاعد تحكي في حكايه كما قلت لك، هذه الاشكاليه نتاعنا احنا في تونس بحد ذاتها، المسؤوليه نتاعنا والمشكله نتاعنا هي من هو وراء المكتب ومن هو على ارض الواقع. تفضل معي على ارض الواقع واجا نحكي، اجا ادخل وشوف. كي تشوف انت الفلاح بقداش يخدم وبقداش تكلف وبقداش كل شيء، بعدها اجا احكي معايا في التسعيره. انت تجي تلوم على فلاح تقول له شبيه العلوش غالي، اي انت جيتش الفلاح هكا الزوالي هكاك المزمر اللي هو المرحله الاولى والحلقه الاولى، الحلقه الاولى شتوش شفت قداش يتعب في النهار باش يحصل لك انت كل قابه الليمون هكا باش يوصل لك لهنا، ما يراهاش، ما يهموش انه يراه قابه الليمون هو. فماشي حلول حسب رايك؟ الحلول اللي سايب البير ويخرج السترة على ارض الواقع. وهذاك الواقع بنتي، الكلام هذا نسمعه فيه ديما، خاطر تجي الاسعار في التلفزه كي تمشي للواقع ما تلقاش. مام في الكرونت سير فاسرة، شفت الزيت المدعم، زيت زيتونة، ما تخلطش على ايد، تلقى ناس يخلطوا قبل ياخذوا السلع الكل ويخلوا الدنيا شيء. الحلول نرجع للدولة ثم الدولة ثم الدولة. التوزيع تراقب مسالك التوزيع، وتشوف القائمات معناتها للناس اللي خذات وكذا كذا، وتتصل بالمواطنين الزواول هذوما تشوف كيفاش وكيفاش وكذا، والأدلة موجودة، اللي يهبط للتيران والواحد، المراقبة الاقتصادية والمسؤوليات يلقوا. فهمني؟ ما حاجة ما شيء يتخبى على التونسي ولا المواطن، الناس كلها تعرف.